سعادة رئيس البلدية والإخوة ضيوف عملية التكريم حاج عواد. أهمية المعرض زي ما حكيت لك أنه يعني استمرية التواصل مع شركائنا اللي هم رجال الأعمال والتجار في كافة محافظات الوطن. احتوى على منتجات شوكولاتة، منتجات شركة مسبس، منتجات شركة تياش، به هنا في شركة فطاطا من الإخوة شركة عواد فطاطا. إلى الأخوة في وزارة الاقتصاد الوطني، لما جيت هنا رأيت هذه الأغراض التي فاخرت كثير لما أرى هذه الأغراض التركي. أريد أن أرى أغراض التركي فلسطيني مع بعضهم في معرض واحد إن شاء الله سأرى بعد سنوات هذه الأغراض التركي فلسطيني هنا. طبعا هذه اهم شيء انه بتسوي علاقه تشبيك بين التاجر الفلسطيني في شتى ارجاء الوطن بين جميع المحافظات، وما يهمنا في النقابه انه التشبيك مع اخواننا التجار في المحافظه لحثهم على التسجيل في النقابه، لانه هي النقابه راح تخدمهم وتحقق اهدافهم. طبعا